مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد شنا الدوري الانجليزي الممتاز شنا كيفاش كانت المباراه مباراه وين كانت مباراه قويه مباراه اللي كانت نقولوا بلي مباراه تاع مانشستر يونايتد وين شنا كيفاش مانشستر يونايتد وين قصف بقوه خاصه شنا في الشوط الاول شنا نقولوا بلي شنا اربع اهداف شنا ثلاث اهداف مانشستر يونايتد نيوكاسل شناها كيفاش كانت فايزه في الشوط الاول في بدايه 17 دقيقه وين ماثيو الذي سجل في الدقيقة 17 أنطونيو مارسيل الذي سجل عدل النتيجة في الدقيقة 24 شنا ماسون الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36 ماركوس في الدقيقة 41 أنطوني مارسيل المسجل الهدف الأول هو اللي زاد الهدف الرابع يعني كانت مباراة وكانت قوية مباراة وكانت خاصة وين نعرفوا نيوكاسل يونايتد ما راهش في أحسن أحواله كيقولوا ما راهش في أحسن أحواله شنا كيفاش اليوم أولي جونار المدرب تاع مانشستر يونايتد اللي دخل بخطة 4-3-3 شنا كيفاش ستايف بروس الذي دخل تاع نيوكاسل المدرب تاع نيوكاسل اللي دخل ب4-5-1 يعني كانت المباراة شنا ديخية في الحراسة تاع مانشستر يونايتد شنا كيفاش بان يعني كفيكتور شنا هاري شنا لوك شو شنا كيفاش أندريسان شنا بيدريكو ماسون شنا ماركوس أنطونيو شنا بول يعني كانت المباراة وين كانت نقولوا بلي كانت تاع مانشستر يونايتد وين شنا كيفاش في الاستحواذ مانشستر يونايتد 71% وشنا نيوكاسل 41% استحواذ التمريرات 157 تمريرة بالنسبة لنيوكاسل يونايتد شنا كيفاش 472 تمريرة لمانشستر يونايتد يعني مانشستر يونايتد شنا مارتين الحارس تاع نيوكاسل يعني نقولوا بلي فابيان شنا بيتريكو شنا فوران شنا خافاير شنا شون شنا ماثيو شنا ميغيل شنا ويرتر شنا كيفاش جوليانتون شنا كريستيان أتوس يعني المباراة نقولوا مباراة اللي كانت تاع مدرب كانت تاع لاعبين مباراة اللي شنا كيفاش سيطرة من جهة واحدة ومانشستر يونايتد الذي عرف كيفاش يستغل كل فرص شنا فابيان وين ضيع هدف في الدقيقة 38 يعني كانت نقولوا بلي اليوم مانشستر ما قراش بزاف وين كان منهزم بهدف لصفر في الشوط الاول شنا كيفاش اليوم نقولوا بلي مانشستر سيتي وين مانشستر يونايتد وين عدل النتيجه في الدقيقه 24 اضاف هدف ثاني في انطونيو الذي عدل النتيجه بعد ما ماثيو تاع نيوكاسل وين سجل الهدف الاول في الدقيقه 17 بصح اشتيل الغلطه تاع نيوكاسل ما حلوش اللعب قعدوا متحملين ضغط الهجوم تاع مانشستر يونايتد ما حلوش اللعب قعدوا دخلوا بربعه قعدوا كيما لعبوا بخمسه 4-1 قعدوا ما غيروش الخطه تاعهم نقص المستوى تاع اللاعبين ما نقولوش وين شنا كيفاش ماثيو الذي سجل هدف في الدقيقه 17 أنطونيو مارسيل الذي عدل النتيجه في الدقيقه 24 ماسون شنا كيفاش ماسون اللي اضاف الهدف في الدقيقة 36 الهدف الثاني ماركوس الهدف الثالث في الدقيقة 41 أنطونيو مارسيل كذلك يعود المسجل الهدف التعادل زاد سجل الهدف الرابع في الدقيقة نقولوا في الدقيقة 51 مباراة نقولوا باللي مباراة وين المباراة كانت في صالح مانشستر يونايتد الذي قصف بقوة عرف كيفاش يسجل أهداف عرف كيفاش يحافظ على النتيجة ويضيف أهداف خاصة وين شنا الشوط الأول اللي كان فايز بثلاثة لهدف الشوط الثاني شنا كيفاش أهداف يعني الشوط الأول أهداف الشوط الثاني أهداف هذه هي الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليغ الجوله 19 وين مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد صاعدوا